أدرك الجاهلية وهاجر في خلافة عمر وقرأ على معاذ بن جبل ذكر ذلك أبو سعيد بن يونس ثم صار من كبار الخوارج وهو أشقى هذه الأمة بالنص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بقتل علي بن أبي طالب فقتله أولاد علي وذلك في شهر رمضان سنة أربع وأربعين هو عبد الرحمن بن ملجم المرادي الحميري قائد من الفرس ادرك الجاهليه وهاجر في خلافه عمر الى المدينه وقرا على معاذ بن جبل فكان من القراء واهل الفقه والعباده ولد في ارض مراد الواقع اسفل نجران ولقد هاجر الى المدينه وقرا على معاذ بن جبل وشهد فتح مصر واختلط بها مع الاشراف وكان ممن قرا القران والفقه وهو احد بني تدول وكان فارسهم بمصر ويقال هو الذي ارسل صبيغا التميمي الى عمر فساله عما ساله من مستعجم القران، وقيل ان عمر كتب الى عمرو بن العاص ان قرب دار عبد الرحمن بن ملجم من المسجد ليعلم الناس القران والفقه، فوسع له مكان داره، وكانت الى جانب دار عبد الرحمن بن عديس البلوي، يعني احد من اعان على قتل عثمان، ثم كان ابن ملجم من شيعه علي بالكوفه وسار اليه الى الكوفه وشهد معه معركة صفين اجتمع نفر من الخوارج في مكة فذكروا شهداءهم في وقعة النهروان وقال بعضهم لو أننا شرينا أنفسنا لله فأتينا أئمة الضلال على غرة فقتلناهم فأرحنا العباد منهم وثأرنا لإخواننا الشهداء فتعاقدوا على ذلك عند انقضاء الحج ومن ثم دعوا بالشراء فتعهد عبد الرحمن بن ملجم بقتل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتعهد الحجاج التميمي المعروف باسم البرك بقتل معاويه وتعهد عمرو بن بكر التميمي بقتل عمرو بن العاص وقد نفذ ابن ملجم جريمته بامير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه في صبيحه التاسع عشر من رمضان لسنه اربعين هجريه وهو في حال القيام من السجود فيما اخفق الاخرون ومات امير المؤمنين علي رضي الله عنه بعد ثلاثه ايام من هذه الجريمه في ليله احدى وعشرين من شهر رمضان من السنه الاربعين للهجره النبويه المباركه انتظر عبد الرحمن بن ملجم في فجر هذا اليوم حتى خرج علي بن ابي طالب رضي الله عنه من بيته لصلاه الفجر واخذ يمر على الناس يوقظهم للصلاه وكان لا يصطحب معه حراسا حتى اقترب من المسجد فضربه شبيب بن نجده ضربه وقع منها على الارض لكنه لم يمت منها فامسك به ابن ملجم وضربه بالسيف المسموم على راسه فسالت الدماء على لحيته كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم مشهد قتله قبل ذلك ولما فعل ذلك عبد الرحمن بن ملجم قال يا علي الحكم ليس لك ولا حكم الا لله واخذ يتلو قول الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاه الله والله رؤوف بالعباد. ونادى علي بن ابي طالب رضي الله عنه عليكم به فامسكوا بعبد الرحمن بن ملجم وفر شبيب في البلاد. وقدم علي رضي الله عنه جعد بن هبيره رضي الله عنه ليصلي بالناس صلاه الفجر وحمله الناس الى بيته وعلم رضي الله عنه ان هذا السيف مسموم وانه ميت لا محاله وخاصه ان هذه الضربه وقعت كما وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم فاستدعى عبد الرحمن بن ملجم وكان مكتوف الايدي فقال له علي رضي الله عنه اي عدو الله الم احسن اليك قال بلى قال فما حملك على هذا قال شحذته اي السيف اربعين صباحا وسالت الله ان يقتل به شر خلقه فقال له علي والله ما اراك الا مقتولا وقد استجاب الله لك ثم قال علي رضي الله عنه: إن مت فاقتلوه، وإن عشت فأنا أعلم ماذا أفعل به. فقال جندب بن عبد الله: يا أمير المؤمنين، إن مت نبايع الحسن؟ فقال رضي الله عنه: لا آمركم ولا أنهاكم. ولما احتضر رضي الله عنه جعل يكثر من قول لا إله إلا الله، حتى تكون آخر كلامه. ثم أوصى الحسن والحسين بوصيته، وكتباها بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما اوصى به علي بن ابي طالب انه يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين اوصيك يا حسن ومن بلغه كتابي بتقوى الله ربكم ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فاني سمعت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ان صلاح ذات البين افضل من عامه الصلاه والصيام انظروا الى ذوي ارحامكم فصلوا ليهون الله عليكم الحساب الله الله في الايتام فلا تعفوا افواههم ولا يضيعن بحضرتكم والله الله في جيرانكم فانهم وصيه نبيكم ما زال يوصي بهم حتى ظننا انه سيورثهم والله الله في القران فلا يسبقنكم الى العمل به غيركم والله الله في الصلاه فانها عمود دينكم والله الله في بيت ربكم فلا يخلون منكم ما بقيتم فانه ان ترك لم تناظروا. والله الله في شهر رمضان فان صيامه جنه من النار. والله الله في الجهاد في سبيل الله باموالكم وانفسكم. والله الله في الزكاه فانها تطفئ غضب الرب. والله الله في ذمه نبيكم لا تظلمن بين ظهرانيكم. والله الله في اصحاب نبيكم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصى بهم والله الله في الفقراء والمساكين فاشركوهم في معاشكم والله الله فيما ملكت ايمانكم فان اخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قال اوصيكم بالضعيفين نساؤكم وما ملكت ايمانكم الصلاه الصلاه لا تخافن في الله لومه لائم يكفكم من أرادكم وبغى عليكم، وقولوا للناس حسنا كما أمركم الله، ولا تتركوا الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فيولى الأمر شراركم، ثم تدعون فلا يستجاب لكم، وعليكم بالتواصل والتباذل، وإياكم والتدابر والتقاطع والتفرق، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله، إن الله شديد العقاب. حفظكم الله من أهل بيت وحفظ عليكم نبيكم. أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله. ثم لم ينطق رضي الله عنه بعد ذلك إلا بلا إله إلا الله حتى كانت آخر لحظة في حياته رضي الله عنه وأرضاه. قرأ: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذره شرا يره ولقي ربه شهيدا رضي الله عنه وارضاه احد العشره المبشرين بالجنه وزوج ابنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه وغسله ابناه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه وصلى عليه ابنه الحسن رضي الله عنه ثم جاءوا بعبد الرحمن بن ملجم واقاموا عليه الحد فقتلوه بسيفه